السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهارده هنعمل أكلة هي طلبت مني من مشتركة عندي عزيزة عليا، وأنا إن شاء الله يعني هعملها لها ويا رب تعجبها. هنعمل الكشك بطريقتي، يعني أنا مش عارفة في ناس بتعمله ازاي، بس دي الطريقة اللي أنا اتعلمتها من أمي الله يرحمها. المقادير هحتاج هنا 2 كوباية كبار شوربة، دي شوربة الفراخ اللي احنا عاملينها بتاعت فيديو الفراخ اللي فات، دي شوربة شوربة فراخ، شوربة بط، شوربة لحمة، بس أحلى حاجة في الكشك شوربة الفراخ وشوربة البط، دي أحلى حاجة. 2 كوباية كبار، هحتاج 2.5 معلقة دقيق من دي، 2 معلقة اللي هي بتاعة الرز من دي كده، 2.5 معلقة دقيق، 1 كوباية زبادي، كل 1 كوباية زبادي واحدة عليها 2.5 معلقة دقيق، هتزودي يبقى 2 كوباية زبادي يبقى عليهم 5 معالق دقيق أو 4.5 معالق دقيق حسب السمك اللي انت عايزاه، بس الاساس الاساس 1 كوباية الزبادي عليها 2 معلقة دقيق، من 2 لـ 2.5 معلقة دقيق، دول كده مع بعض. هنا 3 معالق رز انا غسلاه ونقعاه عشان انا عايزاه يبوش او فريك، يا 3 معالق رز يا 3 معالق فريك، دول اللي هيتحطوا مع الشوربه. اللي في الوش بقى بصلايه كبيره مفرومه مفرم خشن، معاهم 2 معلقة زيت كبار و2 معلقة زبدة، سمنة صفراء، سمنة بلدي، زبدة صفراء، يعني مهم دي ودي. الزيت ليه؟ الزيت بيحمر البصلة وبيديها قرمشة حلوة. وهحتاج ملح وفلفل عشان خاطر خلي بالك الملح والفلفل ده هنحطه بكمية قليلة عشان خاطر الشوربة فيها ملح وفلفل. هنعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجة ده الاساس الاساس اللي هو اللي بيربط لي الكشك، 2.5 معلقة دقيق هنزل عليهم بكوباية الزبادي كده. ده بقى حضرتك لما تحبي تعملي كشك مثلا، تصحي الصبح كده اول حاجه تروحي عاملاه، تقولي بسم الله الرحمن الرحيم، تروحي عامله الخلطه دي، 2 معلقة الزبادي، 2 معلقة دي على 1 كوباية الزبادي، وتبتدي تقلبيهم كده وتروحي مغطياهم وسايباهم على الاقل حاجه ساعه في مكان دافي. ليه؟ عشان انا عايزاه يخمر مع بعضه، عشان الخمران ده هيديكي طعم مزازه، المزازه دي انا عايزاها في الكشك، تحسي انه طعمه كده مزز وحلو. يا رب الطريقه دي تعجبكم، بطريقتي دي يعني دي اللي انا متعلماها من امي الله يرحمها، يا رب الطريقه دي تعجبكم. بصوا كده خلاص، بصوا كده كله اندمج. هعمل ايه؟ هروح مغطياه وسايباه في مكان دافي. في الوقت بقى اللي هو في المكان الدافي ده هعمل ايه؟ الرز ده هصفيه من الميه وهحطه على الشوربه واسيبهم يغلوا لحد الرزايه ما يعني تنفش مني خالص. انا عشان كده ليه مبوشاه؟ عشان خاطر الرز لما انا سوري ليه حاطاه في ميه؟ عشان الرز اول ما ينزل في الشوربه يستوي بسرعه وتنفش مني بسرعه، ما تخلصليش الشوربه لحد ما هي تبتدي تستوي. احنا دلوقتي هنسيب ده يخمر، هنحط الشوربه على النار تغلي ونحط عليها الرز من غير الميه طبعا دي، وهرجع لكم تاني. بصوا هنا يا حبيبي انا هعمل ايه، هحط الزيت والسمنه البلدي عشان انزل بالبصله، عشان البصله انا عايزه احمرها على نار هاديه، مش عايزه البصله تحمر على نار عاليه، انا عايزاها تبقى لونها ذهبي فاتح. بص هنزل كده واحط شويه ملح وفلفل معاها بيدي لها طعم حلو قوي قوي، وهسيبها على نار هاديه متوسطه من ابتداء من ساعه ما حطيت الرز على الشوربه. ابتدي انت اعمليها، اعمليها على نار هاديه جنبك تتحمر على نار هاديه عشان تقرمش معايا ويبقى طعمها حلو. هرفعها على النار كده بصي كده وهسيبها براحتها خالص تشتغل، طول ما انا واقفه جنب الرز وهو بيتقلب هقلب في دي عشان خاطر ايه تستوي براحتها، لان دي هتاخد مني وقت. ماشي، هنا الرز بصوا هنا بيغلي، حطينا الرز مع الشوربه بصوا بيغلي. ماشي انا عايزاه يغلي بقى، وكل شويه اقلب فيه، كل شويه اقلب فيه عشان الرز ما يلزقش، عشان انا عاملاه في حله ستانلس، لو انت عندك حله تيفال او حله سيراميك او جرانيت مش هيلزق، بس انا عشان عاملاه في حله ستانلس فايه. بصي هديت النار وابتدي بقى اسيبه بقى كده عشان الرزايه تنفش براحتها وتستوي، لو الفريك نفس الطريقه الفريك بالظبط، وهرجع لكم تاني. ادي الرزايه اهي كبرت وبقت طريه جدا. ماشي هو ده المنظر، انا بس عايزه اجيبها لكم كده بعيده شويه عن ايه، عن الدخان. بصي كده هي خلاص كده، احنا هنبتدي ننزل عليه بالخليط، احنا سايبينه بقاله ساعه. هنا بقى بالنسبه للبصله بصوا وصلت ازاي، بصوا لسه شويه لسه
بصوا هنا يا حبايبي شايفين البصله، بصوا خلاص هي كده بتبتدي. انا عايزاها ذهبي فاتح مش عايزاها غامق، بس عشان ده بصل احمر. ماشي كده برده لسه شويه، احنا دلوقتي هنحط الخلطه على الرز وهوريها لكم. بصوا هنا يا حبايبي هبتدي انزل الخليط بتاع الزبادي والدقيق. نبتدي بصي انزل كده، بص انزل كده واضرب بالمضرب. بصي ابتدي اضرب بالمضرب، انزل واحده واحده واضرب بالمضرب، عشان ليه؟ انا مش عايزاه يكلكع. بص انا بنزل اهو كده واحطها في المضرب واروح نازله بيها تاني. بصي كده، بصي يا شايفاها ابتدت تمسك معايا. ابتدي انزل تاني كده، ناخد بقيه الخليط ننزل بيه كله، لان هو المقدار ثابت، كوبايتين كوبايتين ونص شوربه على كوبايه زبادي، عليهم معلقتين ونص دقيق لتلات معالق، معلقتين ونص لتلات معالق. هبتدي بصوا بصوا كده خلاص، هي كده السمك بتاعها اللي انا عايزاه. هوطيت النار وهديت النار عشان خاطر الدقيق يستوي، مش عشان خاطر حقيقة، عشان الدقيق يستوي. وهدي مهدي النار عشان ما تلسعليش من تحت الرز مع الدقيق. هبتدي اعمل كده. بصوا هنجيب ايه بعد دلوقتي، بصوا دي البصله، بصوا البصله احمرت اهي. ماشي هنبتدي برده لسه احطها شويه تاني لان لسه فيها شويه. هبتدي اعلي على البصله شويه كده، بصوا التكتكه دي انا عايزه التكتكه دي، التكتكه دي اللي هي البلالين اللي طالعه دي، معناها ان دي كده استوى. خلاص هروح طافيه عليه كده، وهبتدي هعمل ايه. احنا كده دلوقتي هروح ماسكين، بصوا دي هعمل ايه، هقسمها كده، هاخد جزء صغير بالسمنه، هنزل بالسمنه بالسمنه والبصل، هاخد حوالي ربع البصل. ماشي بس كده هاخد السمنه كلها، انزل السمنه كلها انزلها تحت هنا كده، واللي باقي ده بصوا ده كده ده ما فيهوش سمنه خالص، ده هحطه على الوش. خلاص وابتدي اقلب، ده من جوه الطعم بيبقى رائع رائع رائع. طبعا انت بتكوني ظبطتي الملح بتاعك، ظبطي الملح بتاعك والفلفل عشان خلي بالك الشوربه فيها ملح وفلفل، وهوريها لكم في التقديم. هنا يا حبايبي ده شكله في التقديم، ايه رايكم فيه؟ البصله مش محروقه، البصله عشان هي بصل احمر، بصله ذهبي وحلوه جدا وطعمها حلو جدا لما حطينا عليها ملح وفلفل. ده شكله كده في التقديم، بتقدميه في طاجن، بتقدميه في بايركس كبير، بتعمليه في اطباق. هو ده شكل الكشك بتاعنا النهارده، يا رب يعجبكم، يا رب المشتركه اللي طلبت مني الكشك يكون فهمته. انا هكتب المقادير بتاعته في صندوق الوصف، ان شاء الله تجربوه، ان شاء الله يعجبكم وتقولوا لي ايه رايكم فيه. بحبكم قوي قوي قوي، انا حنان رمضان.